رائع رائع رائع. هادو موديلات كاع اللي زوينين ودوقين. سلام، انا اللي خديت سلسلة لويزا، تعامل زوين، ذهب زوين. الله يكبر بك اختي سعاد، مرحبا. الف مرحبا سعيدة، مرحبا. الف مرحبا. انا اللي جيت عندك من قلعة، اختي من القلعة. تحية لي كل الناس القلعة والناس الاخوات، تنشكركم بزاف بزاف على الاخوات، على التعب ديالكم اللي تجيو من المدن اخرى وتتعبوا وتجيو المحل. مرحبا بكم، الف مرحبا الاخوات. واللي بغى الاخوات اي اختي كل اي شي حاجه بغاها وبغى توصل حتى للدار عنده، حنا دايبي حتى للدار، يعني تتعاون تصيفط لكم السلعه حتى لعندكم. غير يعني حولي سكرين والسميه والكنيه والعنوان ديالك تصيفطيه في الواتساب، والاخوات راه تنصيفط لكم حتى لعندكم. ولا بغيتوا قاعد تواصلوا معنا ونقربوا لكم اي حاجه، اي معلومه، الجرامات، اي حاجه بتعرفوا لاختي كل، ما عندناش مشكله. تتواصل معكم الاخت مريم اللي هي ان شاء الله اللي غتكون ان شاء الله تكون ترضيكم اي حاجه بغيتوها الاخوات. الثمن ديال هاد لونسومبل هذا، هذا 3000 و 4000 و شحال ديال مريم كتبتي انت؟ 4100 درهم. هذا الاخوات تاع الكاري 4100 درهم، فيه الخاتم وفيه الحلقات وفيه الكورميت والسلسله، 4100 درهم. حلقه خوتي اختي، ندوز لك حلقه طروات دي، بقي معايا نحاول ندوزهم. هذا الاخوات 3000 و 4100 درهم، 410 اورو، 4100 درهم، 82000 ريال، 82000 ريال بالنسبه لهذا الاخوات. لونسومبل تاع تروات داير، حاول نوريه لك اختي دابا. ندوزو لك دابا على المباشر باش تشوفي بالنسبه لهذا الاخوات 400. شوف عزيز، شوف عزيز على شنو، 4100 درهم هذا الاخوات، 4000 100 درهم، 82000 ريال، 410 اورو. اخوات بارطاجيو لنا باش ندخلوا في الميزات وندخلوا ان شاء الله للصحيح. قلت ليك حلقات، فهمتك اختي، حلقه تاع تروات دي. كاين هذا الاخوات لونسومبل هذا 4200 درهم، ها هو لونسومبل في الحلقات ديالو 4200 درهم، اونسومبل تروات دي ب 4200 درهم، 420 اورو، 84000 ريال. غزال هذا غورميت، عفاك لا غورميت اخرى شي خرش ما كاينينش، يعني عندنا غورميت خرش ما كاينينش. بالنسبه للاخوات كاين هذا لونسومبل هذا، وندوزو لكم الاخوات اللي السطوار اللي تحت الطلب ديال الكليان ديالنا. السطوار رائع رائع صراحه، هذا السطوار هذا يا سلام. نحاول نعطيكم الثمن ديالو، كاين هو الغورميت ديالو. اخوات البارطاج الدعم ديالكم باش يطلع اللايف. سلام، حلقات بوحدها. واخا اختي نقول لك الثمن ديال الحلقات، خاتم فان كليف اختي، فان كليف غنشوف لك واش كاين ولا لا. خويا سيفون خواتم مارياج ولا مازال اختي؟ مارياج نهار السبت غيكون، مارياج جديد، موديلات جداد غيكونوا في المارياج نهار السبت اختي. اخوات كاين هاد السطوار هذا ب 6100 درهم، 6100 درهم. شوف تبارك الله كي داير السطوار، رائع رائع. شوف كتجي تجي تبارك الله باين وعاطي العين، يعني شي حاجه اللي زوونه. فيه تقريبا ثلاث لي موتيف من هنا، ثلاثه من هنا، وواحد الوسط هي اربعه لي موتيف. غنحاول نوري لكم هكا قريب باش يبان لكم. هذا الاخوات 6100 درهم، 122000 ريال. بالنسبه لهاد الاخوات 122000 ريال. سطوار غزال، فيه سلسله شوبار غليظه، ليش حاجه اللي صحيحه وعمليه. 6100 درهم، 62000 ريال، 62000 ريال، 6100 درهم، 610 اورو. طويل تبارك الله، راه طويل، يعني تقريبا راه الطول ديالو. المهم اللي بغى الطول ديالو قول تواصل معنا في واتساب ونعطيه الطول ديالو. طويل يعني جي تحت الفولار تلبسيه للدوام، مناسبات تلبسيه ديما شي حاجه اللي تاع الدوام. يعني بالنسبه لهذا 6100 درهم، 122000 ريال. بالنسبه لهذا 122000 ريال، 6100 درهم. غزال هذا، راه غزال. بالنسبه للكورميطه ديالو هي ديال الاخوات، دايره 1500 درهم فقط الكورميطه ديالو. غنحاول نبين لكم هكا بالسطوار بالكورميطه باش تشوفوا. 6100 درهم بالنسبه للسطوار، وبالنسبه للكورميط 1500 درهم. غزالين هذو الاخوات، هذو فيهم عرض زويون والثمن غزال ورائع. ها هو شي حاجه اللي غزاله، اللي بغات تسكريني ايبانكلي من راه ايبانكلي الرقم صافي.
اخوات الرقم تحت اللي بيتواصل معنا في واتساب، الرقم راه هو تحت 06 66 52 59 91. ندوز لكم الاخوات سنيسلا جاكوار. يا سلام، اخوات كيما يتشاف في اللايف، لويز الاخوات ها هو اللي تيطلبوني عليه الناس. ها لويز الاخوات تاع هذا تاع شي اخت مرأة قديمة تبكر، هذا لويز عنده تقريبا واحد 50 عام ولا 60 عام. جدا مئة عام تقريبا، قالت لك مريم الاخت اللي جات بعثوا لنا يعني تقريبا راه على المودة عند هذا لويز هذا. شفتوا باش تعرفوا باقي فيه ديك الصدفة القديمة، يعني ديك الصدفة الاولى داك الشيء الزماني. الصورة ما واضحاش اخوات ليلى، اختي ليلى يقدر هي عندك، اما الاخوات حاولوا تقولوا لنا الصورة واضحة ولا لا، عفاكم ولا باش الا كانت نحاولوا نستع فيسبوك. خوت كاين هذا الجور هذا، يا سلام هذا في الميزه ان شاء الله غيكون ثمن زويون، غير حاولوا بارطاجيو لنا اللايف باش يطلع اكثر. هذا الاخوات 3750 درهم هذه السلسله والعلاقه ديالها 3700. تبارك الله جاكوار مدوبل كتشوف معايا 3750 درهم 1375 اورو 3750 درهم. هذا الاخوات 75000 ريال، شويه فلو واضحه اخوات، كلشي قلت شويه فلو شويه واضحه. شوفوا الاخوات دابا وريني السلسله ديال الرويال اختي سعاد سميتها الرويال، هذا غدا ان شاء الله تكون واضحه مزيانه اخوات. كنت قلت واضحه على حسب الكونيكسيون، الا كان الكونيكسيون قليله راه ما تكونش واضحه. واضحه الرادكو ديال اليد، نشوف اختي الرادكو ديال اليد على حسب الطول تنقدها، الا كانت قصيرات ولا حنت الرادكوات تنصابهم اخوات. بالنسبه لهاد الجاكوار سلسله شوبار غليظه وصحيحه وعمليه 3750 درهم، هذا الاخوات 375 اورو. اختي وفاء نجاوبك، علاش نجاوبك يقولي لي وانا معك امينه. واضحة اخوات كلشي قالك واضحة. واش اختي وفاء اكتبي لي نقول نجاوبك اختي. عندي سلسلة وبغيت ليها حلقة طروات دي اختي، راه انا معك هين ان شاء الله نعبرهم ونقول لك، ولا تواصلي مع مريم في واتساب تعطيك الثمن اكزاكت. وريني سلسلة ديال لويزا الى الى هانتوما الاخوات، الثمن ديال هادي 3750 درهم 75000 ريال 375 اورو 375 اورو. عندما اخوات كاين سلسله جاكوار، كاين سلسله الكلاش، عندي كبيره وعندي صغيره، هذه كبيره هذه اللايف اللي قبل ما هذا دوزت للصغيره وهذه كبر منها. هذا الاخوات 4000 اورو 300 درهم 430 اورو. تبارك الله السلسله راه صحيحه، غنعطيكم شي سلسله اللي تفكروني بها واثمنه راه غزاله 4300 درهم 430 اورو. هذه الاخوات 4300 درهم 430 اورو 86000 ريال 86000 ريال غزاله هذه 86000 ريال. ثمن لويز انا معك اختي ان شاء الله ندوي نقول لكم الثمن ديالو. ها بقى معايا ورينا سلسله لويزا، كاين رادكو رادكو اختي ما كاينش حاليا اختي، هذوك اللي كانوا عندي بعناهم اختي في اللايف اللي قبل. هذا اخوات 430 اورو 4300 درهم 4300 درهم 430 اورو 86000 ريال بالنسبه لهذه السلسله، ولكن تبارك الله غريوضه شي حاجه زوينه طويله يعني تجي نازله على العنق، شي حاجه اللي تلبسيها للدوام. ندوز اخوات كاينه سلسله فان كليف، نكملوا السلسله وندوزو لبغاسل ولي ميزه ان شاء الله كي قلت لكم غيكونوا في اخر لايف الاخوات، هي البارطاج والدعم ديالكم. ثمن لويز عافاك اختي جميله من العيون، تحيه لك اختي، ناس العيون ناس تاع الداخله ناس تاع منتجات تاع القويره. انا ان شاء الله نقول لك اختي الثمن ديالو، بقى معايا غنقول لك الثمن ديال لويز. لويز هو العروسه ديال هذا اللايف هذا، لان لويز خوات راه نادر والله فاش نلقاها تنفرح، يعني تنحاول ندوز لكم في اللايف وتستافدوا منه باش تخبيو فيه، لانه كي تنقول لكم راه زينه وخزينه لويز. هذا الاخوات 3500 درهم، هادي 3500 درهم 350 اورو 70000 ريال سلسله فان كليف، هادي سلسله فان كليف الاخوات
سلسلة فان كليف 350 أورو 3500 درهم 70000 ريال. ودي 70000 ريال زوينة هادي رائعة. وسلسلة الصح والعمل هاد السلسلة هادي راه مخيرة 350 أورو 3500 درهم 70000 ريال. هادي الأخوات رائعة وش حاجة غزالة وش حاجة تلبسيها ديما. ندوزو لي بغاسلي. بغاسلي تا أخوات كاين شي حاجة طق الرافع. شوفو بغاسلي كي دايرين. يا سلام يا سلام الأخوات ما أجمل هاد هاد بغاسلي أخوات. حاجة اللي رائعة وش حاجة اللي موديل دوقين. نحاول ندوزو بواحد بواحد ونعطيكم كل واحد الثمن ديالو. أخوات تدخلوا عندنا بالبارطاج. حاولوا ما أمكن البارطاج والدعم ديالكم باش يطلع اللايف لو ماكسيموم. لان فاش تبارطاجيو لنا تزيدو تعرفوا على ناس اخرين وتعرفوا على عائله جديده. البارطاج ديالكم والدعم ديالكم ملي متبارطاج حاول بارطاجيو. نبدا الاخوات وتنحاول ندير لكم اثمنه مناسبه 14000 درهم. هذا الاخوات هذا 14000 درهم. اللهم بارك لينا وليكم الاخوات. شكرا لك اختي يزيد مرحبا والف مرحبا. هذا الاخوات الثمن ديالو 14000 درهم 1,080,000 ريال. ولكن تبارك الله راه براسلي ما نتناقشش يعني براسلي. يا سلام الهمه خويا بغيت اونسومبل خفاف. مرحبا بك اختي. ندوز لك اونسومبل خفاف. دوزتو قبيله هذا وزتو اختي في اللايف الاول ديالو. ها هما كاين كاين هذا دوزت هذا تاع التاج ودوزت هذا تا هو 3600 درهم. هذا 72000 ريال زويون. هذا دوزتو ودوزت هذا تاع الكاري داير 4100 درهم. هذا 82000 ريال 410 اورو. هادو كاع زويونين ورائعين. شتي الاخوات كاين هذا البراسلي هذا 14000 درهم 1,080,000 ريال. هذا 1,080,000 ريال 14000 درهم غزال. هذا براسلي يا سلام راه كيداير من الخلف. الاخوات باش تشوفوا معايا كيفاش داير رائع. هذا 14000 درهم 1,080,000 ريال 1400 اورو. ندوزو الشكل الاخر اخوات كاين هذا يا سلام هذا غزال تا هو رائع. عافاك شحال واصل الدبل غرام 510 درهم. امل اختي امل مرحبا الف مرحبا. الخامه الاخوات باش تعرفوا لان كاين الناس تيقول لك تقول لنا 510 واش تبيع بها. اخوات راه ما يمكنش الخام داير 510 نبيعو حنا ب 510 يعني ديما تكون المصنعيه زايده. لان المصنعيه تزاد كي تزاد تقريبا 70 درهم 100 درهم 50 درهم على كل. كيفاش داير بحال الدبالج يعني 570 580 درهم اللي دايرين يعني المصنعيه ديالو تكون ناقصه. بحال دابا الرادكو حتى هي 570 580. بحال دابا الحاجه اللي فيها الموديل بحال البراسليات هذا يعني تكون تقريبا زايده واحد 100 درهم 150 درهم حتى 200 درهم تاع المصنعيه. لان كانت شي حاجه غافينيتي ولا شي حاجه موديل واعر. هذا الاخوات هو الفرق ما بين الدبل خام هو 510 درهم عاد تزيد المصنعيه ديالو. غير باش نكونوا واضحين ونوضحوا معكم باش نكونوا صريحين معكم. لان بعض الناس يقول لك لا تقول لنا 510 اخوات راه ما كاينش الدبل باش نبيع لك انا الخدمه. لا بغيتي الخام هو اللي داير 510 كاين شي براسلي قياس 5 تقريبا. هاد الاخوات اللي دوز دابا راه تقريبا 5 5 ونص هادو كاع كلهم اللي دوز دابا. عرفتوني مسطره